السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم على قناتي، معكم سمورة. اليوم ان شاء الله فغنعمل معكم مذكرات حرفية. مذكرات حرفية انا كنت كنشاهدها في اليوتيوب تقريبا قبل 3 سنوات على اليوتيوب، لكن يوتيوبرز اجنبيين او اجنبيات، منهم على ما اذكر بيلا كوكو على ما اذكر. من بعد فلقيت انه كاين ايضا مذكرات حرفيه باللغه العربيه، او بالنسبه للحرفيات العربيات، ففرحت بزاف بزاف انني لقيت النسخه العربيه. المهم، هذه المذكرات الحرفيه عباره عن تقديم لمشروعات، سواء بالكروشي او التريكو او الطرز او يعني اي حرفه الانسان كيتعجبو كيشتغل عليها او كيعملها كمشروع، فهو كيتحتت عليها وكهكذا يعطي واحد الرغبه الانسان او الرغبه للمستمع انه هو ايضا يتعلم ويشوف شنو الجديد في الحرف يعني الموجود. تقريبا كل كاملها في كل شهر، كل شهر كيعمل واحد الفيديو تكون كيقدم مجموعه من المشغولات اللي عملهم في فتره الشهر، كل كاملهم في فتره اسبوعين. يعني كل واحد الى هو حس بانه عمل يعني افكار جديده وكمل بعض المشاريع، او كاين مشاريع في طور الانجاز او افكار جديده، عنده واحد المجموعه ديال الافكار فهو كيقدمها باش هكايا الكل يستفاد ويعطي واحد الرغبه ان الانسان ايضا يعمل بحالهم. او المهم انه كيقدم افكار جديده ممكن انها ما تكونش كتخطر على بال اي واحد. لهذا فانا قبل عملت فيديو قدمت بعض المشغولات البسيطه بسيطه بسيطه، اليوم ايضا فغنقدم بعض المشغولات اللي ان شاء الله غتكون على القناه باذن الله تعالى. فقط نقدمها هكايا باش تكونوا عارفين شنو الاعمال او شنو المشغولات. طبيعه الحال التريكو الكروشي، عفوا فقط الكروشي انا هو اللي كنرتاح فيه اكثر، باش هكا تعرفوا شنو الافكار اللي غتكون على القناه. بعضها ماشي كلها بطبيعه الحال، تقريبا بالنسبه لهاد المشغولات فعملتها في اسبوعين قد علاش لا ما نقدمهاش لكم، باش هكايا تنتوما يا تحفزوا بحالي وتطبقوها بطبيعه الحال. نبدا على بركه الله، مع الوقت فغنتحدث معكم اكثر على المذكرات الحرفيه. اول عمل عملته واحد البطانيه، كما كتشوفوا في القناه ديالي محصوره على بعض المشغولات بسبب الخيوط، فقط بسبب الخيوط، فكنضطر انني نكون محصوره بعض المشغولات اللي مهم انها تفيدكم. لكن ان شاء الله اذا لقيت مصدر اخر للخيوط ديال الكروشي، انواع مختلفه من القطن، من الصوف، من الاكريليك، من الخيوط الخاصه بالاميغرومي، فغدا ناخذها. لحد الان فانا باقي ما لقيت صراحه. عملت بطانيه، هذا هو الشكل ديالها، كنتمنى تكون واضحه. نحاول بعد على هاد الشكل. هذه البطانية، بطانية أطفال بطبيعة الحال، من سنة فما فوق. عملت غرزة صدفة كما كتشوفوا، هذه هي الغرزة، عملت غرزة صدفة بهذا الشكل. هذا عملت هنايا هاد اللون تقريبا، هذا 300 غرام ديال الخيط، خيط اكريليك عادي، وهنايا تقريبا 50 غرام هذا اللون. هذا حاولت انني نضيف واحد اللون اخر باش هكا تجي واحد البطانيه متنوع، يعني زوينه احسن ما انا نعملها بلون واحد. ان شاء الله فان غادي نعمل فيديو نوريكم الطريقه، غادي نحاول نقيس لكم الطول والعرض. المهم هو الشكل ديالها مربع كما كتشوفوا، كما يكون واضح مع هذا الشكل. هذا هو الشكل ديالها، سهله جدا، وصراحه عملتها في وقت قياسي، ما خدتش مني ابدا ابدا الوقت، ما خدتش مني الوقت، وممتعه في الشغل ديالها، ما فيهاش بزاف تعقيدات، و
صراحة فهي ممتعة. إذا بغى الإنسان يبدأ في واحد البطانية خاصة، بطانية سواء صغيرة أو كبيرة، فهذه رائعة جدا، بإضافة لبطانية الجراني. أيضا هذه سهلة جدا صراحة وممتعة في العمل ديالها، فهو ممتع وكتعملوه في وقت قياسي، ما كتحتاج وقت كبير. نبدأ نوريكم المشروع الثاني. بالنسبة لهذا المشروع الثاني، عملته تقريبا البارحة فقط في المساء. في المساء يعني ما كياخدش وقت كبير كبير أبدا. هذا هو، عملت كشكول خاص بالأطفال. نحاول نقص الإضاءة. عملت كشكول خاص بالأطفال ما بين سنة ونصف فما فوق، كما كتشوفوا بالجراني. هذا هو الشكل ديالها. انا عملت هادو صغارين لانه خاصه بالاطفال، ما بغيتش نعملها كشحال طويله باش ما تزعجهمش، فعملتهم هكايا صغارين بهذا الشكل. هذا ممكن تزينوها الا كانت خاصه بالبنوته، تزينوها بالفيونكا هنايا، او توزعوا لي بونبون بهذا الشكل هذا بحال هكايا، او توزعوا نجوم صغيره من الكروشي بهذا الشكل. تكون بطبيعه الحال الوان مختلفه، ويكون واخا يكون خيط مختلف عن هذا الاكريليك اللي عملت انايا. هذا هو الشكل ديالها. ان شاء الله فان باقي ما صورتها صراحه. هذه كل شيء الاشياء اللي كنوريكم، فانا باقي ما صورتهاش فقط بسبب الاضاءه، لانه هاد الايام عندنا الامطار، كتجي الاضاءه من بعد كتختفي. فقط لقيت الفرصه فتركت الشغل ديالي، لقيت فرصه الاضاءه الاضاءه لا باس بها، فتركت الشغل ديالي باش هكايا نصور لكم فيديو كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد، علاش انا كتعجبني هاد الغرزه هادي او هاد الكشكول، لانه في البدايه ديالي قبل 6 سنوات ديال الكروشي، اول كشكول عملته هو كشكول جراني، لحد انا باقي محتفظه به، لكن في المغرب ان شاء الله الى مشيت نوري لكم. لهذا فهاد الغرزه او هاد الكشكول فهو عزيز عليا بزاف، خصوصا اني توقفت على الكروشيه لمده 4 سنوات فقط، بدات ملي بديت عملت القناه، وهذا شجعني انني نطور اكثر من الكروشيه. هذا هو الشكل ديالها. ان شاء الله نعمل لكم في القناه. بالنسبه للمبتدئات فهي سهله جدا، فقط المبتدئات نعملها لكم ونشرح لكم بالتفصيل كيفيه القياس، كل شيء. ممكن ايضا تعملوها كبطانيه، كمفرش، مفرش فوق الكنبه. وهذا هو الشكل ديالها. نوريكم ايضا بالنسبه للمشكل اللي كنلقى، المشكل اللي كنلقى في الخيوط اللي متوفرين في زمان، انه الا بغيت تشتغلوا غرز صغيره ف يعني صراحه كتعذب بزاف بزاف. كنت عملت هذا، نخلي لكم الرسم ديالو في الفيديو. كنت هادو العينين، سميتو على ما اذكر دائما كنسى الاسم ديالو، باكمان. باكمان واحد اللعبه، كنظن بزاف الناس كيعرفها، واحد اللعبه تكون لون فيها وقلم مجموعه، اللون الاحمر والازرق على ما اذكر، وهذا اللون هذا البرتقالي. فهل انا عملتها على مربعات كما كتشوفوا، مربعات صغيره جراني، لكن ملي بغيت نشبكهم فصراحه تعذبت بزاف بزاف. يعني صراحه بالنسبه لهذا الخيط، فإلا بغات تشتغلوه نشتغل باشياء صغيره فغير صالح ابدا ابدا. لهذا فتركت هذا المشروع. نشرح لكم اول حاجه شنو هذا المشروع. هذا عباره عن رسمه هكا بيكسل ديال باكمان. كنت بغيت نعمل جوج، هاد جوج من هادو، من بعد نحيطهم سواء بنصف عمود او على شكل بطانيه بطبيعه الحال. فغتجي هذه وحده هنايا بهذا الشكل، وغتجي وحده اخرى في هذا الشكل. هذا نخلي لكم الصور من خديت الفكره باش هكذا تفهموني اكثر. لكن انا بالنسبه للتكمله فهي من راسي، من بعد فقط غادي نزيد في الجوانب غرز نصف عمود او حشو او عمود بلفه في الجوانب هكا، باش نشكل واحد البطانيه
بالنسبه للاولاد كيعجبهم هكايا الرسومات في البطانيه ديالهم، لكن فانا وقفت عليه صراحه، عملت كميه كبيره من هاد المربعات ووقفت عليه، لانه صراحه ما كما كتشوفوا فتشبيك يعني تشبيك ما غير صالح صراحه، كيكرفص بزاف كيعذب بزاف. هادو هما العيون كما كتشوفوا، غنخليكم الصوره ديالو باش هكايا يكون كلشي واضح. ايضا فاشتغلت تطريز، ايضا تطريز تطريز على الكروشي او على قطعه من الكروشي، فحاولت انا نجرب هكايا بعض الخيوط. ف بالنسبه للتطريز بالخيط الصوف انا كنعرفو، لكن حاولت انني نعمل تطريز بخيط دي ام سي، كنظن الكل كيعرفو يعني خيط تطريز دي ام سي معروف. فحاولت انني عملت هاد القطعه من الكروشي، وكنحاول انني نعمل هكا تطريزات باش نشوف واش هو كي غادي يصلح ليا انني نطرز بهذا الخيط هذا في الصوف. بطبيعه الحال فقط بالنسبه للقطع الصغيره مثل الجوارب او الحذاء او الحقيبه، ليس القطع الكبيره. بالنسبه للقطع الكبيره فانا كنفضل انه يكون تطريز على التطريز بخيط الصوف، او خيط اي خيط قطن صوف حسب المتوفر. كما كتشوفوا هذا هو شكل بالنسبة لهاد التطريزات، انا تعلمتهم ملي كانت في ملي كانت باقي في المغرب، فجربت قلت علاش لا نجرب، فجربت صراحة زرع عجبوني، لكن فقط في القطع الصغيرة ليس القطع الكبيرة. غنحاول ايضا نشرحه لكم نوريكم كيفاش، وايضا اللي بغيت تطريز بخيط صوف بحال هكايا نوري لكم ايضا علاش لا هكا في الملابس، سواء في الملابس او في قطع ملابس اللي عملتو نتوما بالكروشي. هكا شوفوا هذا هو الشكل. ايضا فغنحاول انني في الفيديو في الفيديوهات القادمه انني نعلمكم نوريكم بعض النهايات النهايات ديال اي عمل نتوما عملتو، سواء بطانيه او كشكول او مفرش، نوريكم بعض النهايات هكا باش تزينوا بها القطعه ديالكم. فعملت هاد المربع الجراني، هذا مربع فقط جراني عادي، باش هكا فقط نوريكم كيفاش تشتغلوا النهايات بهذا الشكل. هذا عملت قطعه بيضاء او بيج باش هكا يكون واضح ليكم، فان شاء الله نوريكم بعض النهايات تعلموا منها وتستافدوا منها. بالنسبه للمشروع ديال البطانيات اللاما، كنظن كاين بزاف اللي غادي يكونوا عارفوها، فالحمد لله باقي لي الوقت باقي لي وقت كبير، ولكن ملي كنلقى الوقت فانا كنت تقريبا كنعمل 10 قطع، 10 قطع تقريبا كل يوم. فالحمد لله عندي واحد الكميه لا بأس بها كما كتشوفوا، كمية لا بأس بها. لا أمشت مع الشتاء، فعملت حد كمية لا بأس بها هنا في نجمعتها كما كتشوفوا. فأنا يا الحمد لله يعني كن فأنا ما كنحملش نشتغل على واحد المشروع في واحد المده طويله، لانه من بعد كنمل. فهذا كنوقف على المشروع وكنمشي للمشروع اخر باش هكايا ننوع وما نحسش بالملل بطبيعه الحال. اما بالنسبه لبعض المشغولات الصغيره، الايميغرومي كما قلت لكم في بدايه الفيديو، فانا كنلقى مشكل في الخيوط، ما كتوفروش ليا الخيوط صراحه. لهذا فانا كيعجبني الايميغرومي بزاف او كروشيه الدوما، لكن المشكل فقط في الخيوط. فكنتمنى ان شاء الله نلقى مصدر اخر للخيوط. عملت هاد الايس كريم كما كتشوفوا بهذا الشكل، هذا عباره عن ميداليه هكا في الحقيبه او تزيين الحقيبه او المفتاح كما كتشوفوا. سهل 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 جدا كما كتشوفوا. هذا اول فقط انا هنا فقط كنجرب الخيوط، يعني
ما كاينش واحد الاتقان، اتقان 100%. فقط كنجرب هكايا الخيوط. عملت ايضا واحد ال شنقولها الكعكة، كاب كيك، كاب كيك. ندير لكم هكا واضح بهذا الشكل. هذا سهله 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 جدا، وما كطلبش خيوط كثيره. ايضا الميداليه ان شاء الله فاضل نعمل ليها سلسله وحلقه بهذا الشكل هذا. فنعمل كنحاول انا نعمل ايميغرومي اصغر اصغر صغير 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 باش هكايا كيجيو افضل في تزيين الحقائب والمفاتيح. عملت أيضا بعض المشغولات الصغيرة من نفس الخيط. عملت بغيت نعمل معكم قبعات أو قبعة خاصة بالدمى، سواء دمى عملتوها بنفسكم أو دمى ديال باربي بغيت تزينوها بالملابس الكروشي. هنا فقط هنا عوجين فقط لأنه كانت الكاميرا فوق منهم، ما انتبهش أن الكاميرا فوق منهم فتعوجوا لي شوية كما كتشوفوا. كتجربة عملت ايضا هنايا، هنا باقي ما كملتوش. هذا دب على ما اعتقد دب لون ديالو ازرق، فقط لان كنشغل فقط الخيوط المتوفرة عندي. هادو الاذن، وفقط بقي ديال الايس كريم لانه عبارة عن ايس كريم. بالنسبة للخيوط اللي استعملت في هاد المشروعات الصغيرة الصغيرة، هي هاد الخيوط هادي. كنضرب بزاف اكثر من مره، فانا عملت بها مشغولات على القناه. كناخذهم من محل اكسيوم مجموعه، كل مره كل مره كيدخلوا او كيحطوا الوان جديده، فقط عاش نستغلهم في مشروعات مشروعات صغيره. بالنسبه للمشتريات من الخيوط، فخديت هاد الجوج لمشروع اللاما، هاد اللون هاد الاحمر فانا فكرت نعملو للخدود، وهذا اللون طبيعة الحال فانا باقي كنشتغل عليه. تقريبا هذه ثالث او رابع كوبا. خديت ايضا هذا الخيط، واخا الثمن ديالو شويه غالي، يعني الثمن ديالو 3 اورو صراحه غالي. هو زوين لكن كميته صغيره، يعني ما غاديش يعمل لي مشروع واحد في 100 غرام. هذا هو الاسم ديالو بونتو، 3 اورو من محل زمان. خديته انا، خديت جوج منه، خديت جوج. فبغيت نعمل معكم بعض الفيديوهات ان شاء الله ان شاء الله خاصه بالنول. فخديته هكا يكون شويه سميك باش نشرح لكم، باش يبان لكم الشرح اكثر اكثر على النول ان شاء الله، سواء النول الدائري او النول الطويل. ان شاء الله هذا خديته، خديت جوج كميات نعمل معكم به كشكول. كشكول هكا خاص بالاطفال. الى بغيتوا ايضا قبعه وبطانيه. المهم فانا في الاول غنشتغل معكم بهذا الخيط هذا، من بعد فغادي نشتغل يعني بهذا الخيط، لكن غادي نعملو على اثنين باش يجيني شويه سميك. فقط هادو هما، انا شريت اكثر من صراحه، كنشري يعني كل يوم كنشري مجموعه من الخيوط فقط، لكن كنستعملها في نفس الوقت. هذا اوكي عندي، ولكن ما فيهمش هذا. المهم نفس النوع ديال الخيوط. هذا الخيط الاكريليك 100% اكريليك، وهذا الخيط هذا هو الجديد، اول مره نشريه. فقط هادو هما المشروع، يعني الاشغال اللي عملت في هاد الاسبوعين هادو. فقط كاين اشغال اخرى، لكن تم البيع ديالها فما صراحه ما صورتهاش، كنعتذر. بالنسبه للطريقه باش الانسان انه بطريقه باش انا يعني كيكون عندي واحد الرغبه انني نشتغل اكثر اكثر، الطريقه سهله. انا فقط كان
كنخدم فيديوهات خاصة بمذكرات حرفية. انا كنشتغل منها، كنسمع الافكار منها، كنشوف المشغولات ديال ما شاء الله ديال المبدعات، يعني ما شاء الله ما شاء الله كيعملوا واحد المشغولات رائعة جدا، خصوصا انهم في دول الخليج كتكون عندهم دورات هكا، دورات سواء دورات في الخارج، يعني في اماكن خاصة، دورات هكا في الانستغرام او في انستغرام هكا، مش الانستغرام عفوا، في الواتساب. لهدف تبارك الله، هما عندهم افكار رائعة. منهم بنان هي اول يوتيوبرز عملت المذكرات عربية، كنقول عربية، عملت فكرة مذكرات حرفية، كانت عملتهم باللغة الإنجليزية، من بعد فعملتهم باللغة العربية، رائع جدا. نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، فقط دخلوا لها، صراحة رائع رائع جدا. أنا ما عارفة واش كنتكلم عليها، فقط انا كنشغل، واخا انا شفت الفيديوهات، دائما كنشوف الفيديوهات ديالها، لكن كنرجع نعيد مره اخرى الفيديوهات، خصوصا انا الفيديوهات ديالها طويلين، لكن بالرغم انهم طويلين فهم ممتعين بزاف بزاف. فانا كنشغل فيديو هكايا ملي كنحس براسي انه رغبتي في عمل افكار جديده بدات كتهبط، فقط كنشغل فيديو ديالها، كتلقاني جمعت او حملت معايا كل الخيوط اللي متوفرين عندي، وقاسه كنشتغل افكار جديده. وصراحه فنخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف، دخلوا ليها. صراحه بالنسبه للناس اللي كيعجبهم التريكو، كروشي، يعني كاين اشياء كثيره صراحه، ايضا تطريز، صراحه بزاف الحرف اللي ممكن الانسان يعملها. كما قلت فانا كنت نشوفهم في الفيديوهات الاجنبيه، ففرحت ملي لقيتهم بالعربي، وكاين بزاف البنات عملوا نفس طريقتها، وبداو حتى هما كيعملوا مذكرات حرفيه. كنتمنى ان شاء الله تدخلوا تشوفوهم هكايا باش تعطيكم رغبه اكثر في انكم تشتغلوا. كاين افكار اخرى ان شاء الله غنضعها في القناه عندي، نعمل لكم درس او فيديو خاص بالديكوباج، وفيديو خاص بإعادة تدوير، باش هكا ما تملوش من الكروشي. انا فقط كنوضع بزاف الكروشي لانه هذه الفتره هي فتره الشتاء، الانسان كيبغي هكا يعمل مشغولات بالكروشي، لهدف انا كنعمل معكم مشغولات اكثر بالكروشي. لكن ان شاء الله باش ما يجيكم ملل في الفيديوهات، فغنعمل لكم درس في الديكوباج ودرس في إعادة تدوير، باش هكا كلشي يكون راضي. كنتمنى ان شاء الله تكون مذكرات حرفيه او مشغولاتي نالت الاعجاب ديالكم. تلقاو ان شاء الله فيديو اخر باذن الله تعالى. دمتم بخير، مع السلامه.